خوتي السلام عليكم، نهاركم مبروك. اليوم ان شاء الله بغيت نسهل على خوتي الناس اللي باغين ياخذوا التلفازه وحيرين ما عارفينش شنو الشركه اللي اختاروا. نعطيكم حسب رايي الشخصي، بحكم اني تبيع ونشوف التلفازات مده هذه وعارف تقريبا بزاف الامور على التلفازات، يعني غادي ننصحكم بواحد الشركه وغادي نعطيكم الثمن الحقيقي بشحال كيشدوا كاع اصحاب المحلات التجاريه هذا النوع ديال التلفازات في المغرب كامل، باش ما نتنصبش عليكم في الثمن. اول حاجه الخوتي، واحد ملي كيبغي يشري تلفازه يبقى حير ما تعرفش اش من تلفازه ياخذ. كاين سامسونج من طبيعه الحال، كاين ال جي، كاين فيزيون، كاين جولد فيزيون، كاين شارب، كاين سوني، كاين بزاف ديال الشركات. اي واحد سولتي غادي تقول له اخويا راني بغيت ناخذ تلفازه، كيقول لك شوف خذ سامسونج، بغيتي تلفازه مزيانه غادي تاخذ سامسونج. بالنسبه للتلفازات اللي كاينين في المغرب حاليا، الشركه ديال سامسونج راه 90% منهم مونتاج ديال مصر، راه هما ديال الشركه وعام ديال لا غارونتي، ولكن راه ماشي نفس الكاليتي. راه التلفازات اللي كيتوجهوا لاوروبا راه ماشي هما اللي كيتوجهوا للمغرب. مثلا الا كان شي حد عندك في العائله وجاب لك شي تلفازه من برا، الا قارنتيها مع هادشي اللي كاين في المغرب حاليا اللي كتلقاه في مرجان في اسيما اكسيتيرا اكسيتيرا، راه ماشي نفس التلفازات اللي كاينين في مرجان، هما اللي كيتوجهوا لاوروبا. كاين واحد النقص، كيتاسومبلاو كيتجمعوا كيتفيساو كيتمونطاو في مصر. اكثر من داكشي كاين شي بياس اللي كيتصاوب في مصر، كاين لي باف مثلا الرجلين الكادر، كاين شي حوايج اخرين اللي كيتصاوبوا في مصر وكيتمونط داكشي في مصر، دونك كيجيونا من مصر ما كيجيونوش من كوريا مباشره. كتجي الجوده شويه ناقصه، هادشي علاش كتلقى بعض المرات كتدخل المارشي كتلقى شي تلفازه مثلا نمره 49 كتلقاها ب 5000 درهم، نمره ثاني 49 كتلقاها ب 6000 درهم، عاوتاني سامسونج نمره 49 كتلقاها ب 8000 درهم تقريبا. ما داكشي ما مضبوطش، داكشي ما مضبوطش. هادشي علاش الخوت تنقترح عليكم شركه اللي واضحه وما فيهاش الدغل بتاتا، هي الشركه ديال شاومي اللي شخصيا درتها في المحل عندي ودرتها حتى في الدار عندي وكنبيع للناس بزاف وانا هاني منها، لان ما فيهاش اسامبلاج مثلا مصر اسامبلاج شي دوله اخرى ولا شي حاجه. هذاك الشيء اللي تيتوجه لاوروبا هو اللي كيتوجه للمغرب، هو اللي كيتوجه لامريكا اللاتينيه، هو اللي كيتوجه لاي دوله في العالم من الشركه بالضبط. تيخرج داكشي التلافز كيجيو ديريكت العالم كامل، ما كاينش فروع هنا ولا اسامبلاج هنا ولا هذه خاويه هذه عامره هذه ماشي سمارت هذه سمارت هذه فريسيبتور هذه ما فيهاش، داكشي مضبوط. التلفازات اللي كاينين يعني الوضوح، نعز عليا الوضوح، الثمن ديالها واضح وبسيط وبين، ما غاليش بزاف الثمن ديالها، مع الاسف راه تزاد شويه دابا الثمن. السبب هو داك خونا داك اخ نوش الله يهديه، والله ما الله يهديهش، ما بنادم ما والو هذاك، ما عرفت من سلط علينا. حاليا كوميم الثمن طالع شويه ولكن كيبقى في المتناول، كتبقى الشركه ديال شاومي كتحاول ما امكن كترخص، كتعطيك واحد الجوده بواحد الثمن، المهم كيبقى الثمن مناسب. انا خوتي في هذا الفيديو غادي نعطيكم الثمن الحقيقي في الشركه بشحال تياخذوا كاع اصحاب المحلات التجاريه في المغرب، بشحال تياخذوا التلفازات ديال شاومي اللي تنصحكم بهم بكل صراحه. ماشي اشهار، هادشي راه واضح، ما كنستافد والو. انا ديك المره راني يعني انتقدت كثير الشركه ديال شاومي، علاش؟ لان الثمن طلع بزاف وفعلا زادوا في الثمن بزاف، ولكن من بعد كنكتشف بان كلشي الشركات زادوا في الثمن، وغادي نكتشف بان السبب الحقيقي هو السي اخ نوش. داك السيد راه مريض، داك السيد مريض بزاف كاع، كاين اللي مريض كاين ديزاغشي ملياردير، هذوك الناس حتى حاجه ما كتحفزهم، حتى حاجه ما كت يعني الحاجه اللي كتيرهم هي يجمع الفلوس. كيبغوا يكونوا هما بارمي لي دي برومي او موند ولا بارمي لي 100 برومي، ربما هو باغي يكون هو اول 10 في العالم ديال مع داك السيد مع سكي ديال الافكار ديالو. موضوع اخر، نخرجوا شويه من السياسه، نخلونا غير في هذا الشيء. المهم الخوت في هذا الفيديو غادي نضبط لكم نعطيكم الثمن الحقيقي في الشركه ديال التلفازه من 32 بوس حتى ل 75 بوس، كاين 32 43 50 55 65 75 جميع السيريات، ونعطيكم الثمن الحقيقي في الشركه وانتم راكم عارفين شحال غتشريو، غير باش ما نتصرفش عليكم في الثمن الخوت. نبداو اول ندير واحد البوز، اذا اخوتي نبداو اول تلفازه من الشركه ديال شاومي 32 بوز، ركزوا معايا مزيان، 32 بوز في السيري ديال بي، الثمن الحقيقي في الشركه هو 2200 درهم، 2200 درهم هو الثمن الحقيقي في الشركه ديال التلفازه نمره 32 بوس سيري ديال بي. ركز معايا على السيري ديال بي، راه ضروري راه كاين واحد شويه الفرق. بالنسبه للتلفازه 43 بوس، الو 43 بوس الثمن الحقيقي في الشركه هو 3570 درهم سيري ديال بي، 43 بوس كيف ما قلنا 3570 درهم هو الثمن الحقيقي في الشركه. ندوز دابا الخوت التلفازة 50 بوس، هادي فيها 50 بوس، هاهما كتشوف اخوتي 50 بوس السيري ديال بي، الثمن الحقيقي في الشركة هو 4700 درهم. انا تنعطيكم الحقيقة اخوتي باش تكونوا عارفين شنو كاين، ولكن ضرورة غيكون الربح هاد مول المحل، وكاين شوية المصاريف راه اي تلفازة في هادو اللي تنقول لكم انا راه فيها 50 درهم ديال الترونسبور، غير باش تكونوا واضحين. ندوزو دابا اخوتي التلفازة النمرة 55 بوس، الوغ النمرة 55 بوس في السيري ديال بي في الشركة ديال شاومي كيف ما دائما الثمن الحقيقي في الشركة هو 5300 درهم،
انا تنصارح الكليان ديالي تنقول لهم بشحال مخلصه واش غادي ناخذ فيها وداكشي تيكون واضح وهانين. دوز دابا خوتي ال 65 بوس هي اللي عندي في المحل. 65 بوس 65 بوس كاينه حاليا في المغرب عقلي على مزيان. 65 بوس في الكات اس ماشي سيري ديال بي، راه كاين واحد شويه الفرق في الكات اس. 65 بوس الثمن الحقيقي في الشركه حاليا هو 7300 درهم، كانت تدير 6300 درهم، ملي جا السي اخر نوش زاد فيها 1000 درهم، راه هو السبب في الزياده كامل اللي كاينه حاليا في المغرب. هانتوما خوتي هذه هي التلفازه اللي عندي في المحل باش نوضح لكم الشركه ديال شاومي كيف ما تلاحظوا. هاد التلفازه ممتازه من طبيعه الحال، هذه سيري ديال الكات اس، يعني ماشي كاع سيري ديال بيغيل، كات اس هذه وفيها واحد الجوده ممتازه، واحد الالوان يعني رائعه، والثمن ديالها مناسب، كانت تدير كيف ما قلت لكم 6300 درهم وباش حديتها انا، ولكن حاليا الخوت راه الثمن الحقيقي في الشركه راه دايره 7300 درهم. ندوزو للنمره 75 بوس، النمره 75 بوس راه احسن من هذه بزاف في الجوده ديال الصوره، الكا اوليد واحد الصوت اخر عاوتاني، واحد المنظر اخر احسن بزاف من هذه الكا اوليد. النمره 75 بوس كدير 14800 درهم، وتنصح بها بزاف اصحاب مقاهي لان راها ممتازه وحتى الثمن كيبقى مناسب. هاد التلفازه الخوت سيري ديال الكا اوليد و 75 بوس، كون كانت سامسونج هي اللي دايرها غادي تعول على واحد 1.5 مليون 3 مليون. يعني هاد الشركه ديال شاومي راه تترخص بزاف الاثمنه، تعطينا اخر ما كاين واحسن ما كاين. هادشي اللي كان الخوت، تنتمنى خوتي تبارطاجيو هاد الفيديو مع العائله وتتمنى تابوناو باش دائما تكونوا عارفين الثمن الحقيقي. نعاود نقول لكم بالضبط، الوغ التلفازه النمره 32 كدير 2200 درهم ثمن الجمله، التلفازه نمره 43 تدير 3570 درهم بالجمله، التلفازه نمره 50 تدير 4700 درهم، التلفازه نمره 55 تدير 5300 درهم، التلفازه نمره 65 تدير 7300 درهم، والتلفازه نمره 75 تجيب غير بالدوموند هذيك تدير 14800 درهم. هذا هو الثمن الحقيقي الخوت في الشركه. وكيف ما قلت لكم راه مثلا التلفازه نمره 32 بوس، اي تلفازه في الاثمنه اللي قلت لكم راه تزاد عليا فيه انا 50 درهم ديال الترونسبور، اي تلفازه خلصت فيها 50 درهم، يعني واخا نقول لك انا خويا راه تدير في الشركه 2200 درهم، عرف راه تدير 2250 درهم، يعني دائما كتزيد 50 درهم ديال المصاريف. زائد انه واحد المساله اخرى، تلفازه مثلا ديال 32 بوس غادي يربح فيها مثلا غادي يربح فيها 100 درهم، الا كانت 43 بوس غادي يربح فيها 200 درهم، الا كانت 50 بوس غادي يربح فيها 300 درهم، ولا كانت 55 بوس غتربح فيها 400 درهم، فهمتيني؟ كيبقى ثاني الكليان على حسب الشخص اللي دائما كيتقدم عندي لي زياد شارجور تليفونات، راه ما غنربحش مع هذا العدد كامل، غير تنقول مثلا الحاجه اللي هي واضحه. علاش الخوش ديال التلفازه هذه كتشوفها قدامكم، هذه تباعت لواحد صاحب مقهى ماشي في المدينه اللي فيها انا، مدينه اخرى تباعت ب 196 الف ريال، مليون قل 200 درهم، شحال تباعت؟ هي الثمن ديال الجمله ديالها على ايبوك في الاول يلاه خرجت كانت تدير غير 6300 درهم، وشراها مول المقهى وقال لي وتهضرت انا وياه شراها، جا عندي المحل بغى ياخذ شي حاجه وجمعنا في هذا الموضوع شراها بمليون قل 200 درهم. واحد التلفازه نمره 32 بوس الخوت، نمره 32 بوس، صديق ديالي السي محمد بوعلام وراه يقدر يكون شوف هذا الفيديو دابا، بشحال خداها؟ خداها ب 3000 قل 100 درهم، ب 2900 درهم، راه بزاف النمره 32 ب 2900 درهم، مع كامل الاسف فات منه خداها، هادشي اللي عطى الله. هادشي اللي كان الخوت، الفيديو تنحاول ما امكن، الفيديو الجاي ان شاء الله غندير لكم على التلفازه ديال الايتيل، غنخدموا شي وحده، هادي زوينه، هادي سيد الثمن ديالها مناسب جدا ورخيصه، وفيها انواع بزاف، بلا ما نجيب انواع اخرى انتهي ديالو ندير لكم على الفيديو. بارطاجيو الخوت مع العائله ديالكم، رمضان جاي الناس غيبغيو يشريو شي تلفازه باش ياخذوها بثمن مناسب ان شاء الله. هذا ما كان الخوت، ناركم بروك، الله يعاونكم.